انطلقت مساء اليوم فعاليات المؤتمر العالمي والمعرض السابع للصيانة والاعتمادية مينتكون 2024 في مركز البحرين العالمي للمعارض تحت شعار تعزيز إمكانيات إدارة الأصول من أجل مستقبل مستدام. وبهذه المناسبة أشار سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينا وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ إلى أن تنظيم المؤتمر يأتي انسجاما مع السياسات الرامية إلى دعم وتطوير هذه المجالات المهمة في القطاع النفطي، مؤكدا على الأهمية التي يمثلها هذا المؤتمر الدولي ومعرضه المصاحب كمنصة لمناقشة أحدث ما توصلت إليه التقنيات الحديثة في مجال الصيانة والموثوقية وإدارة الأصول، بالإضافة إلى تبادل المعلومات والخبرات والدراسات بين قادة الصناعة والمتخصصين المعنيين بالصيانة والاعتمادية وإدارة الأصول.